في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها واستغلالا لمعلومات مفادها قيام مجموعة من أشخاص بنقل وتخزين كمية معتبرة من مادة الشماد دون سندات قانونية، عليه تم تشكيل دورية أين تمكنت عناصرنا من توقيف مركبتين شاحنة ومركبة نفعية مع حجز 107,300 وحدة من مادة الشماد كانت مموهة وسط كمية كبيرة من مادة البيض ومبلغ مالي قدره 140 مليون سنتيم و 3500 دينار جزائري، مع توقيف 4 أشخاص في العقد الثالث والرابع من أعمارهم.